يا مساء الفل على كل مشاهدينا، اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامجكم عقار مصر. طبعا زي ما وعدتكم كل حلقه احنا عندنا اخبار جديده واخبار حصريه للسوق العقاري، بس النهارده عندنا خبر من الاخبار كان مهم جدا ان احنا نتابعه. الحلقه اللي فاتت لو احنا حبينا نرجع كده الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن مشروع سكن مصر. مشروع سكن مصر ده اللي موجود في ارض المعارض بالقاهره الجديده، اتكلمنا نزلنا صورنا فيه، شفنا اللي بيحصل فيه، شفنا الدنيا واصله لايه، هل في ناس بتاخد منها شقق ولا الناس ما بتاخدش شقق ولا ايه اللي بيحصل بالظبط، واتكلمنا الموضوع بكل صراحه ومهنيه على المائده دي. بجد مشكوره وزاره الاسكان ان هي نزلت وشافت وعينت بعد الحلقه. طبعا بنشكر جدا رئيس الجهاز، طبعا رئيس جهاز مدينه القاهره الجديده، ان هو نزل واتفرج وحصل تغيرات كبيره جدا من الاسبوع اللي فات للاسبوع ده. حصل اول حاجه ان في ناس استلمت شققها الاسبوع اللي فات ده. خدنا قرار عشان بس تبقوا فاهمين التفاصيل، خدنا قرار ان كل اسبوعين في وحدات هتتسلم. يبقى اول مره اول حاجه في ناس خدت شقق، الاسبوعين الجايين كل اسبوعين في ناس بتستلم شققها خلاص في المكان دلوقتي هناك في المشروع. يعتبر في الربع الاولاني من 2024 هيكون المشروع متسلم بالكامل بكل الفاسيلتي اللي موجوده جواها. بجد انا ما توقعتش بصراحه السرعه للموضوع ده، ما توقعتش السرعه طبعا من 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 وزاره الاسكان. الموضوع بجد انا بشكركم جدا، بنشكركم جدا كاداره طبعا القناه واداره البرنامج ان انتوا نزلتوا واتفرجتوا وشفتوا اللي حصل وتابعتوا الموضوع وابتديتوا تتحركوا فيه بسرعه كويسه جدا. بشكركم جدا بجد، وهنتابع مع بعض المشروع الفتره القادمه، وان شاء الله هنكون يعني معاكم على قدم وثاق في كل التفاصيل اللي بتحصل جديده، وان شاء الله هنكون موجودين معاكم كمان بكاميرا برنامج مصر الجديده واحنا بنسلم الشقق للناس. نيجي بقى للموضوع، الخبر الثاني طبعا خبر مهم جدا، صندوق التنميه الحضريه. صندوق التنميه الحضريه الفتره اللي فاتت نزل بعواصم، في عواصم مصر كلها الفتره اللي فاتت بالمحافظات او 8 محافظات نزل بشقق جديده، سواء كان تشطيب او نص تشطيب، بس هو يعتبر اللي موجود كله سوبر لوكس. اول حاجه المحافظات القليوبيه، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقيه، كفر الشيخ، الدقهليه. الشقق كلها كامله وتشطيب زي ما قلت لكم سوبر لوكس ولوكس. المشروع طبعا الفترة اللي فاتت بيشهد إقبال كبير جدا من المواطنين، عشان خاطر نعرف كل التفاصيل اللي بتحصل فيه ونعرف الحجز عبارة عن ايه واللي بيحصل فيه ايه والدنيا ماشية ازاي. هنعرف طبعا كل التفاصيل طبعا المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية. اهلا بيك يا باشمهندس إيهاب. باشمهندس إيهاب اهلا بيك. اهلا بحضرتك فندم، حضرتك سامعني؟ منورنا، منور برنامج عقار مصر يا فندم. الله يخليك، كتر خيرك. اول حاجه في البدايه عايزين نعرف بس تفاصيل المشروع الجديد ده اللي حضرتك او انتوا خلاص طرحتوه يعتبر. طيب خلينا اوضح سريعا كده، انت عارف حضرتك احنا كنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه، وبعد نجاح الصندوق في مهمته في الحقيقه احنا الصندوق اتغير مهامه وبقينا اسمنا صندوق التنميه الحضريه بمهام جديده كتيره جدا. صح. يمكن من ضمن المهام اللي احنا مكلفين بيها اللي هو المبادره الرئيسيه اللي هي مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، او التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى. صح. في الحقيقه احنا شغالين يعني في يعني مرحله اولى احنا شغالين في 13 محافظه، 23 موقع، حوالي 60,000 وحده سكنيه. كويس جدا. الطرح زي ما حضرتك انا سامع حضرتك في المقدمه كده ان حضرتك ذكرت ان احنا طرحين في 8 محافظات. حقيقي. وده الطرح الاول في الحقيقه، زي ما حضرتك ذكرت في القاهره وكفر الشيخ، المنصوره، الفيوم، القليوبيه، الشرقيه، سوهاج، المنيا. بالظبط. كل دي يعني الدقهليه كمان والدقهليه. بالظبط. صح. هم 12 مشروع في 8 محافظات. كويس جدا. طبعا احنا مشروعاتنا كلها، وخليني اوضح سريعا فكره اللي هو التطوير العمراني، ان احنا يعني كنا الهدف من المشروع ده ان انا بعالج المشكلات العمران وبنشئ يعني زي ما بقول وحدتك جوه مدينتك في المدن القائمه مش في المدن الجديده. هو ده يمكن اللي فارق شويه، بتعمل شكل جديد للمناطق كلها. يعني انتوا كنتوا بتتكلموا يعني انتوا طورتوا من 3/4 يعتبر المناطق العشوائيه في مصر كلها ما شاء الله. يعني هو الحمد لله احنا يعتبر المناطق العشوائيه الغير امن، لان احنا عندنا في الحقيقه تصنيفات كتيره جدا. انا مش عايز اغير بس التوجه الحقيقي، يعني احنا طبعا عندنا غير امن وغير مخطط واسواق عشوائيه. احنا الغير امن يعتبر خلاص 99% منه اتنفذ، فاضل المشروعين بيكملوا خلال السنه ديت.
كويس جدا. انما اللي هو بقى الموضوع التطوير العمراني ده احنا في الحقيقه يعني توجه تاني خالص، وكانت في الحقيقه مبادره رئاسيه فكرتها سريعا كده ان انا عندي مسطحات داخل المدن القائمه وعواصم المحافظات غير مستغله او مستغله كمخازن او شون او الكلام ده كله. تمام. فبالتالي يعني انا عندي اماكن مميزه جوه المدن القائمه ومش مستغله، زي مثلا يعني كويس. ممكن تلاقي حضرتك يعني مخازن موجوده، في مصانع قديمه وبرده مهجوره وموجوده، صح. فالكلام ده كله اتعمل بيه حصر. ابتدينا عملنا برضو احنا شغلنا كله في الحقيقه بنحدد حجم المشكله من خلال حاجه بنقول اللي هي خريطه قوميه، ان انا بحدد حدود كل منطقه يعني بالنسبه للاراضي انا حددت المرافق القريبه منها، الشوارع من هنا، زي كويس. ما قلت حضرتك ان احنا ابتدينا المرحله الاولى. يعني هو طبعا وحدات برضه انا سمعت حضرتك بتقول هي بتتسلم، احنا هي بالنسبه لنا تشطيب، تشطيب تشطيب سوبر لوكس ولوكس، سوبر صح؟ لوكس بالكامل بالظبط. كويس جدا. الوحده المواطن بيتفرج عليها من قبل ما يتعاقد عليها، يعني الوحدات احنا تقريبا نسب التنفيذ متوسط 95%، يعني المشروعات كلها كمباني كلها مبنيه متشطبه، المتبقي يمكن بس الربط على شبكات المرافق ولو في موقع عام بس بيتظبط. كويس جدا. بالتالي المواطن من قبل ما يعني ما بيتعاقد على بيشوف وحده كل بيروح حاجته خلاص يبص يعتبر عليها بالظبط، بالظبط. يعني بيروح ينقي شقته وبعد كده بيجي يتعاقد معانا عليها. وطبعا احنا بالنسبه لنا طبعا كحاجه عقاريه اكيد بيهم الناس الحته دي، ان احنا بنسلم خلال سنه، احنا برضو حاطين سنه يعني، فاحنا بنقول خلال سنه يعني ممكن يبقى نهائي مثلا خلال يعتبر. 3 شهور، انما ما بتتعداش سنه. طيب لو انا بقى عايز اعرف بقى التفاصيل الطبيعيه بتاعت ان انا ازاي اعرف اقدم في الوحده دي، عايز اعرف ازاي اقدم. عرفت طبعا ان في خط ساخن طبعا دلوقتي للمشروع، بس ازاي عايز اعرف اقدم، عايز اعرف انظمه السداد عامله ازاي، عايز اعرف الاسعار عامله ازاي بتاعت المتر. هو بص الصار. هو طبعا احنا بالنسبه لنا طبعا يعني كان هيبقى عبء كبير جدا ان الصندوق هو اللي يقوم يعني بالتسويق، فبالتالي احنا تعاقدنا مع شركه تسويق كويس جدا. وليها مقر عندنا في الصندوق. انا برضو حابب اقول الجزئيه دي لان ممكن اللي قريب من القاهره يعني بدل لو الخط الساخن، طبعا حضرتك احنا يعني في الحقيقه الضغط كبير جدا على يعني الخطوط اللي موجوده، فممكن يعني بنقول اللي بيبقى موجود في القاهرة بيشرب بيختار الحاجة اللي هو عايزها. طبعا خلينا الموقع الرسمي برضو على الفيسبوك بتاع الصندوق برضو بينزل فيه كل التفاصيل. الوحدات خلينا اقول لحضرتك يعني بتتراوح، لان احنا صحيح عندنا كذا يعني نموذج من الاسكان سواء متوسط او فوق المتوسط او اللي هو الاستثماري، عندنا فكل واحد حاجة ليه مثلا اسعاره وليه انظمته. الاسعار بانظمته بالمستوى اللي هو كل واحد يعني حابه، يعني احنا فيه وكله طبعا بيتسلم متشطب، كله عباره عن كومباوند سوبر برضه لوكس. ده بصفه عامه، بيبقى ليها اداره، ليها جيت، ليها شركات تسويق، شركات اسف اداره وامن وصيانه. كويس ده جدا. المشروعات ككل احنا بنبتدي بنستارت مثلا من حوالي 760,000 جنيه، بنوصل ل4.7 مليون جنيه. التقسيط هيوصل لقد ايه؟ التقسيط بيبقى 15%، آسف المقدم 15%، والتقسيط على 5 سنين بدون فوائد دفعات ربع سنوية. كويس جدا. طب السؤال المهم جدا بقى ده اللي الناس كتيرة بتحتاج تعرفه، هل الشقة دي تصلح تمويل عقاري أم لا؟ طبعا يعني ينفع طبعا. عادي جدا؟ طبعا بص حضرتك، طبعا تمويل بقى حسب الفئة، يعني لان حضرتك انت عارف ان تقريبا اللي بيزيد عن 1,200,000 ده بيخش فئة في شريحة مختلفة تانية. عن اللي بالظبط. بس هنا في ميزه كبيره جدا، اولا ده انت يعني حتى لما بتروح تتعامل مع اي بنك للتمويل العقاري انت الضامن عندك الدوله، ده دي احنا ده حقيقي، انت الوحده نفسها الدوله والدوله نفسها اللي ضامن، صح؟ بالظبط، دي رقم واحد. رقم اتنين اللي اعتقد ان بتبقى من الاشتراطات ان الوحدات متشطبه، وهي انت الوحده بتستلمها متشطبه بالكامل سوبر لوكس كمان. كويس فده جدا. طبعا التمويل العقاري طبعا. بس احنا بالنسبه لنا اللي انا بقول لحضرتك الطرح اللي احنا عاملينه، احنا عاملينه ان مدينا 5 سنين بدون فوائد، تدفع 15% وبعد كده اقساط ربع سنويه. كويس قوي طبعا. فده بالنسبه لنا، حد حابب طبعا يخش تمويل عقاري، واحنا في الحقيقه برضو في بنوك، واعتقد يعني يمكن خلال الاسبوع اللي جاي هننزل برضو الخبر لما يحصل خلاص اتفاق مع احد البنوك، ان شاء اذا اللي الله. حابب يخش تمويل عقاري على طول من خلالنا، او بيبقى عقد ثلاثي يعني، او هو بياخد وحدته وهو يتصرف بعد كده إن شاء الله. بشكرك جدا يا فندم، شكرا لحضرتك جدا.
طبعا زي ما انتم شفتوا دلوقتي كل المعلومات الخاصه بالمشروع، وبجد صندوق التنميه الحضريه عامل شغل كويس جدا في 2023، وان شاء الله نشوف كل نتائج اللي بيحصل في 2024. طبعا عندنا بقى موضوع مهم جدا احنا بنتكلم فيه كل مره وبنتكلم في حلقات كتيره جدا، موضوع تصدير العقار. تصدير العقار الحمد لله ان الناس ابتدت تفهم يعني ايه تصدير العقار، ابتدت تفهم يعني ايه ان انا اطلع وحده كامله بكل تفاصيلها. الدوله نفسها ابتدت تضخ كل امكانياتها بافكارها بقوتها في جزء تصدير العقار ده علشان خاطر الدوله تعرف تطور من الجزء ده. احنا دوله كبيره مش صغيره خالص، دوله عندها مش بقى ملاءه ماليه، لا ده ملاءه عقاريه تقيله جدا 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 دلوقتي، وده وقتها ان احنا نصدر. طبعا الخبر المهم اللي معانا دلوقتي ان وزير الماليه يعلن عن خطه لجذب العمله الدولاريه من تصدير العقار. طبعا دكتور محمد معيط وزير الماليه اكد على ان الدوله تعمل حاليا على وضع خطه لجذب العمله الدولاريه من تصدير العقار بعد اصدار قانون خاص بذلك. طبعا انتوا شفتوا الفتره اللي فاتت ان في تطورات كتيره جدا في القوانين اللي حصلت لتصدير العقار، وهنشوف وهنتابع مع بعض الفتره اللي جايه. طبعا عندنا بقى الخبر الاخير والمهم جدا وده المحبب لقلبي، يعتبر جاردن سيتي. جاردن سيتي العاصمه الاداريه، المدينه اللي انا نزلت صورت فيها الفتره اللي فاتت او يعتبر الحي اللي انا نزلت صورت فيه الفتره اللي فاتت الحلقه اللي فاتت، وكان الموضوع عجبني جدا. الحمد لله ان بدا الحجز خلاص دلوقتي في المكان ده، في مدينه جاردن سيتي الجديده بالعاصمه الاداريه. المكان فرنسي مش مصري، يعني انا اول واحد دلوقتي هروح اقدم على الموضوع ده. لسه هنعرف تفاصيل الاسعار، هنعرف كل حاجه في خلال الايام القادمه، واكيد احنا كده كده هنوريكم بكل الجديد اللي بيحصل بالذات في الجزء ده، علشان الموضوع ده اللي راح غير على الاقل حتى اتفرج معايا على الحلقه. نطلع فاصل ونرجع تاني ونبتدي بقى الفقرات الخاصه ببرنامج عقار مصر. رجعنا لكم بعد الفاصل. خليني اقول لكم الفقره دي هي فقره مش جديده بقى من نوعها ولا الكلام ده، لا هو هنلعب لعبه دلوقتي كده مع بعض بسيطه خفيفه لطيفه، واتمنى ان الجمهور يفهمنا ويتفهمنا ويعرف اللي ليه واللي عليه بالذات في القطاع العقاري. منورنا دلوقتي الدكتور نور السروجي الخبير العقاري طبعا، والمهندس احمد فكري مهندس تصميم داخلي. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك استاذ طه. طبعا خبير عقاري واحد انتيريور ديزاين، الاثنين هيقعدوا يكلمونا عن كل التفاصيل واحنا ازاي بنشتري العقار في مصر. هبتدي بدكتور نور. دكتور نور، لو انا عايز اشتري ومعايا فلوس اشتري ازاي واختار ازاي في حاجه انا هضمن فيها نفسي؟ طيب خلينا اجاوب لك اول حاجه دي، نسال سؤال نمطي جدا، انت هتشتري وانت بتفكر في استثمار ولا سكن؟ لا انا عايز اسكن، بس في نفس الوقت لو انا حبيت ان انا ابيع هبيع في اي وقت، مش بقول لك انا راجل رخم بقى خلاص. لا لا على فكره انت ده مش معناه انت راجل رخم، انت خلي بالك الراجل اللي بيشتري عقار ده النهارده ناصح عايز يشتري حاجه، بيحط تحويشه عمره ومجهوده وتعب السنين عشان حلمه انه يمتلك عقار او يعمل ابجريد لاسرته. كويس جدا. تمام. طيب وانت بتشتري اول حاجه لازم تركز فيها اللوكيشن بتاعك، المكان اللي انت هتسكن فيه اللي انا عايز اشتري فيه. طيب ومين المتحكم في اللوكيشن ده؟ مش حضرتك بس، مش انت بتشتري، اسرتك واحتياجات اسرتك بيتحكموا في 90% من اختيارك للوكيشن. كويس. عشان اللوكيشن ده يكون قريب من الخدمات، اقرب مول، اقرب مستشفى، اقرب حضانه، اقرب مدرسه، اقرب جامعه. لو انت راجل مثلا بتتحرك وتسافر كتير، قربك من المطار او احتياجك للمطار هيكون شكله عامل ازاي؟ دي كلها اعتبارات لازم ايه تحطها في اعتبارك اول حاجه. بعد ما اخترت اللوكيشن انصحك بعد اذنك اختار خطه سداد مناسبه ليك، وما تشتريش عقار تحت ضغط، خليش حد يضغط عليك. لانك لو اشتريت عقار تحت ضغط سواء ده انا ممكن يحصل معايا ضغط، مراتي تيجي تقول لي لا المطبخ ده واسع وكويس وانا شايفاه كويس جدا، وببقى مضطر ان انا اشتري الحاجه دي مثلا. في ناس كتير على فكره بتعمل كده، ببقى مضطر ان انا اشتري الحاجه عشان مراتي مستريحه فيها. هتكره عيشتك وتكره اليوم اللي انت استثمرت في العقار ده اصلا، لانك الضغط المادي هيخليك ما تستمتعش برحله الاستثمار. وهنا لازم يكون معاك مستشار عقاري حقيقي عنده القدره انه يوجد لك بدايل. مستشار عقاري حقيقي، خلي بالك من كلمة حقيقي دي. كويس جدا. تمام؟ طيب. مش عنده 23 سنة و 22 سنة، مستشار بجد يعني. عنده القدرة والخبرة إن هو يقدر يديك بدايل، والبدايل كويس. دي تكون من نفس النوع العقار اللي أنت بتدور عليه. كويس. طيب. النهاردة ممكن عندك مشكلة في المقدم، بس عندك مشكلة في الأقساط.
وخلينا برضو نكون منصفين، المطور في مصر الله يكون في عونه. ليه؟ المطور المحترم بيشتغل مطور ومقاول وبنك، التلاتة. معظم الدول التانية بيكون عندك فيها المطور بيشتغل مطور ومقاول أقصى تقدير، أو مطور وبيقودت على شركة المقاولات اللي موجودة معاه، والتمويلات كلها بتيجي من البنوك، ما بيدوش بيمنت بلان على 9 سنين و10 سنين. حاطين البنك في النص، هو اللي بيعرف يتعامل ما بين العميل وما بين الشركة. روح خد مورجج وتعالى. كويس جدا. هنمولك. لكن هنا المطور عليه عبء كبير جدا، سواء في المواد بتاعت البنى أو في نسب التضخم اللي بيمر بيها. هو اللي بيعمل كل حاجة يعتبر. شكرا. فالعنصر الثالث بالنسبة لي هو المطور، سمعة المطور. المطور ده سلم حاجة قبل كده ولا لأ؟ مش سلم حاجة قبل كده معناه انه هيسلم المشروع اللي جاي، سلم حاجة قبل كده عشان تقدر تقيس كفاءة التشطيب وتقيس التشطيب بتاع الواجهات الخارجية وقدرته على إدارة البناية أو إدارة الكوميونيتي. كويس تمام؟ طيب مطور جديد في السوق، أكبر غلطة تعملها وانت قاعد بتسمع برزنتيشن انك تقعد تسمع على إنجازات المطور من حيث الملاءة المالية اللي ملهاش إثباتات، أنا مش شايفها بالنسبة لي قدامي كورق، التاريخ ان احنا بيبقى عندنا ساعات مطور، الخبرات المتراكمه بتاعت الشركه دول لما دخلوا مع بعض عمرهم 50 سنه في السوق، الكلام ده مش منطقي والعميل ما بقاش بيستوعبه. فلازم تبدا تكلمني النهارده المطور هيديني ايه من ناحيه البنفيتس، انا هستفيد ايه مش الفاسيليتيز، عشان اقدر انا اقول لك انت لما هتشتري في العقار ده هستفيد 1 2 3 4 5. كويس. طب بتقول انا عايز اكون واستثمر، حضرتك فاهم ان انت هتقدر تستثمر في العقار ده بعد من 5 ل10 سنين؟ دي دورة الاستثمار العقاري، مش هتشتري النهاردة وبيع بكرة مش تكسب، وبالذات لو عقار اوف بلان، لانك على ما تستلمه فيها 4 5 سنين هتعيش فيه او تأجره 5 سنين برضو عشان اعرف ابيع. انت اللي انت كسبته في الخمس سنين الاولين دول هو معامل زيادة الاستثمار كابيتال ابريشيشن، يعني لو العقار ده بيزيد 10% في السنة واحنا عندنا ارقام اعلى من كده، يبقى ده معناه ان في الخمس سنين هقدر اعمل مثلا زيادة في سعر المتر الواحد 50% مثلا. فلازم الدراسة دي تكون كاملة بالنسبة لي. طيب نيجي بقى نقطة تانية، أنا بسامحني أنا هكون مستشار عقاري غلس شوية وأقول لحضرتك هو إيه اللي يثبت لك إذا كانت المساحة التقسيم الداخلية دي أصلا ينفع يتعاش فيها ولا لأ، عشان إحنا كمستشارين عقاريين كتير في ناس ما بتبقاش فاهمة إنجينيرينج ولا فاهمة فلور بلان وبيبتدوا يفتوا في الجزء ده. وهنا لازم يكون بالنسبة لي وجود انتيريور ديزاينر معايا او انجينيرنج كونسلتنت موجود معايا يقدر يقول لي هو اللي بيكمل معاك، ما احنا جايبينه هو معانا في الحلقه واحنا هنسيبه. فيعني انا بصراحه اشكرك على الاضافه دي، لان النهارده انت بتقولي والله الشقه دي 100 متر تحملها 20% يعني 80 متر صافي 80. طب تعالى بقى نتكلم في الغرف، همشي بقى زي السلحفه جوه الاوضه عشان احط الحجر والصبغه. انا عايز افهم بقى الموضوع، كنا بنتكلم في الكلام ده يا باشمهندس الاول. ازيك؟ ازيك يا نورنا، عامل ايه؟ نورك. طيب احنا كنا بنتكلم كده قبل الفاصل، فانت حكيت لي موضوع مهم قوي، فكره ان انت جالك عميل بيشتري حاجه او اشترى وحده، فالوحده وهو بيشتريها اتقال له في العقد ما بين العجز والزياده 5%، طلع ان في فروق في الامطار في الاوض نفسها ان هم متشال من كل اوضه 50 سم. لا فهمني الكلام ده بقى شويه. الاول انا يعني اللعبه بتتلعب هنا كده جوه صح في البرنامج، ولكن اللي حصل في البروجكت ده بالذات ان هو العقد الاند يوزر او الكلاينت كان ماضي بمقاسات معينة، وليكن ان كل غرفة مثلا 63 في 4 ماشي، بنفاجئ 63 دي بنستلمها 23 او 13 13، الضلع الثاني لا مش 4 ده بقى 3.5 63 وهكذا، كل الفراغات كده. بعد كده بتيجي تتكلم مع المطور يقول لك احنا بنينا خلاص، ده اصل احنا المساحات كانت متاخده من بره بره ومش من جوه جوه، فالعميل ما يعرفش يعني ايه بره بره ويعني ايه جوه جوه، والحسبه محسوبه بناء على ايه، وبالتالي العميل مضطر ان هو يأكسبت الموقف از اتيز او يوافق على الوضع كما هو. فده طبعا ظلم غير طبيعي. يعني ممكن الشقه مثلا يطلع فيها مثلا 10 15 متر ناقصين، وكمان احنا النهارده عندنا الستاندرد بتاع اي غرفه اقل ضلع في الغرفه لازم يبقى 63، انا اقل من كده ده ما يعني ده ولا حتى الاسكان المتوسط ان انا اقدر ان انا اقبل بحاجه زي كده. فان انت النهارده بتفرض عليا مقاسات زي دي، انا شخصيا كانتيرير مش هقدر ان انا افرش لك البيت واحط لك كل احتياجاتك في بيت انت حاطط فيه الارقام دي كلها، انا هعجز هقف يا اما هقعد اوصل لحلول، الحلول دي ممكن تكلفك ارقام كتيره جدا انت اصلا مش عامل حسابها ومش جاهز لها. فكل ده اصلا انت كمشتري انت ما قصرتش حاجه، انت حطيت الكونتراكت وحطيت فلوسك وحطيت تحويشه عمرك وحطيت عقودك وجاي تستلم، فبتفاجئ بالكلام ده. ده يعني لما انت جيت اتكلمت مع الشركه قالوا لك ايه؟ ما قالوش حاجه، مش عارفين يعملوا حاجه.
بالاخر مش هنعرف نعمل لك حاجه. حاول بقى تشوف لك فيلا تانية ونعمل لك فرق السعر بسعر النهارده. العقار اتبنى يا طاهر بيه خلاص. وعلى فكره هي مش غلطه المطور، انا اسف يعني، هي غلطه اللي مضى على العقد وما قراش العقد، وغلطه الوسيط العقاري اللي كان معاه وما خلاهوش يقرا العقد. خلي بالك بقى، انا هاجي لك بقى في النقطه دي. العقود هي فيها حاجات كتيره جدا بتضمن المطور وحاجات بتضمن المشتري. مظبوط. انا عايز كمشتري دلوقتي وانا بشتري الوحده، هعرف ازاي ان انا ده او العقد ده انا واخد فيه حق تالت ومتلت اللي انا متفق عليه، وايه الثغرات اللي انا موجوده فيها حضرتك مثلا كمستشار دلوقتي عقاري بالنسبه لي؟ فانا بالنسبه لي هحط فلوسي معاك، يعني انا دلوقتي هضمنك انت. مظبوط. مش هضمنه هو، انا رايح على اساس ان انت راجل بتقول لي 1 2 3، وفي نفس الوقت كمان برضو انت بتديني الامان للوحده دي. مظبوط. فانت هتامني ازاي او انا هتامن ازاي في العقود دي؟ طيب بص، النمط ده من الشغل مش موجود في مصر بقاله 10 سنين. الوسيط العقاري بقى اهمه ان هو يروح يبيع العقار والعميل يمضي العقد يجري ياخد العموله، والسيلز يروح يجري ياخد الانسنتف، وبعد كده نقفل تليفوننا الا من رحم ربي، عشان بس نقول الحقائق اللي موجوده عشان نعرف مشاكلنا ونحلها. دي اول غلطه. طيب الغلطه الثانيه، لما العميل بيروح ياخد معاه محامي، المحامي بيقرا العقد من وجهه نظر قانونيه، مفيش زبون هيشتري من مطور ولا مطور هيبيع لزبون. كويس. لان طول ما في عمليه شك ما بين الطرفين، ما هو المطور شاكك ان انت هتقدر تكمل السداد لانه واخد منك شيكات. بالظبط. تمام. وحط الشيكات جنب بعض كده في حافظه الشيكات، هو ما عملش حاجه، ما تفيدوش فلوس. ورق ملوش اي لازمه. وانت شاكك في المطور ان هو هيسلمك او ان هو يحط لك بنود معينه، وبنسمع جمله كتير جدا يعني احيانا ما بيكونش ليها مكان من الصحه اصلا، اصل العقد بتاع المطور ده عقد اذعان. فالحل نعمل ايه؟ لازم يكون في عندك انت النهارده كشركه وساطه، او النهارده انت كعميل روح معاك محامي، والمحامي ده بس يكون عنده خلفيه عقاريه، يعرف يبقى العقد موزون، يضمن لك حقوقك. حقوقك دي اللي بتقول ايه؟ لو في بند بتاع العجز والزياده، طيب هو اكيد انت كمطور مش هتديني زياده، العجز لحد فين؟ طب لو زاد عن 5% حاسبك ازاي؟ ادي دي اول نقطه. عاده اللي بتعمل مشكله دايما هو انا اقدر ابيع العقار امتى تاني لو انا على الاوف بلان لسه ما استلمتوش. طيب المواصفات بتاعت الاستلام، المفروض ملاحق العقد هي جزء لا يتجزا من العقد. يعني النهارده لو انا مديك الفلور بلان بتاع الوحده وحضرتك ماضي عليه وانا كمطور واضي عليه، ده المفروض اللي انا استلم عليه. كويس. ونذكر نسبه التحميل، او لو ما ذكرتش لازم على الاقل تنوه عنها للزبون وهو بيشتري ان التحميل بتاعك 20% 30% 40%. كويس. وانا يرتضي اشتري يا ما ارتضيش. صح. طيب ما فيش النهارده وسيط عقاري عنده المعلومه الكامله العقاريه القانونيه، فلازم يكون عندك مستشار قانوني ومحامي. انا لما باجي اشتغل باجي اخد العميل اللي بيشتري معايا النهارده وبحط في اعتباري لو بيستثمر ان انا اللي هاجر له الوحده بتاعته، لان انا معظم شغلي تصدير عقار. فلازم بيرافقني في الرحله بتاعتي الراجل القانوني، موجود جنبي طول الوقت. والراجل ده كمان برضه خلي بالك بقى، نخلص القانوني نخش على الانتيريور. ما دي نقطة مهمة جدا. فكرة موضوع الانتيريور ده موضوع كبير. طب ما هو انا دلوقتي موضوع كبير جدا، ماشي يا باشمهندس، دلوقتي وانا رايح اشتري الوحدة، يعني هو دلوقتي طبعا دكتور قال كلمة حلوة جدا، انا دلوقتي وانا رايح بشتري حاجة دلوقتي الوحدة، هو قال كلمتين، قال لك إن إن, ان 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 يعتبر شركات الوساطة العقارية يعتبر ان هي فيها كل همهم ان هم ياخدوا فلوس او ياخدوا النسبه بتاعتهم وشكرا على كده. صحيح. تمام. في شركات عندها بجد عندها مصداقيه كويسه جدا وشغاله في السوق كويس جدا، وفي شركات تانية ممكن يبقى همها الكلام ده. صحيح. لما انا كراجل بشتري، انا هضمن نفسي دلوقتي بايدي مستشار عقاري. مظبوط. مستشار قانوني حضرتك. اكيد. صح كده؟ طبعا. تصميم داخلي. هتقدر تفيدني بايه وانا رايح اشتري الوحده اوف بلان؟ طيب خلينا ناخد الموضوع من منظور ابعد شويه. اتفضل. النهارده المطور بيبقى معاه استشاري معماري، الاستشاري المعماري ده بيبقى القائم على ايه؟ الماستر بلان والكتل والديزاين والاركتكتشر، المنظور المعماري عامه. كويس. بس ما بياخدش تفاصيل الانتيريور في الاعتبار، لان ماشي. ده بيبقى سكيل اصغر من الشغل اللي هو بيعمله، هو بيحل مشاكل تانية للمشروع الكبيره، سيركيوليشن والكتله والتوجيه الى اخره، ولكن ميكانيكال الكلام ده كله. صحيح. انما التفاصيل الانتيريور الدقيقه جدا في حياه الناس دي لازم يشتغل عليها انتيريور. فاحنا اي بي سي كده اي بروجكت لازم يتم طرحه لازم يتم معاه مين الانتيريور اللي هيكون قائم على هذا المشروع. كويس. اللي حضرتك لما هتيجي تشتري هتقعد مع الديزاينر،
هتقعد معاه تقول له كل احتياجاتك وهو هيكون مقسمها لك كذا موديول بكذا فكره، عنده كل التفاصيل الصغيره والحلول زي ما حضرتك بتقول. مثلا المدام عاجبها المطبخ، حضرتك مش عاجبك المطبخ، طب ما نوصل لحل في النص. صح. نقدر ان احنا نحله انتيرير. انا دايما صح. بقول ان كل المشاكل المعماريه بتتحل بالانتيرير ديزاين، فهو ده دور هنا المصمم اللي هيكون موجود مع حضرتك وحضرتك رايح تشتري، لان حضرتك النهارده حاطط كل دم قلبك وفي الاخر رايح تشتري مثلا عقار ما بين قوسين بيقول لك متشطب، انا مسلمه لك فولي فينيشد. نفسي بناء أخرج... عن ايه فولي فينيشد بالظبط؟ انا نفسي اصلا اخرج بره كلمه تشطيب سوبر لوكس، تشطيب لوكس، تشطيب مش عارف المتر بكام يا باشمهندس، المتر التشطيب بكام؟ احنا داخلين على 2024، في ديزاين بيتحط، الديزاين ده بيتم تسعيره بناء على خامات موجوده في السوق بسعر سوق النهارده وبيتم تنفيذه على هذا الاساس وبيحل مشاكل. الديزاين معمول عشان نحل مشاكل حضرتك لما تيجي تشتري، مش عشان اسلمك منظومه خامات معينه مبهمه في العقود، رخام مستورد، رخام محلي، حضرتك ذكرت نوعه ايه؟ ترابيعه عامله ازاي؟ تفاصيله ايه؟ كل ده مش مذكور ولا هيبقى مذكور، حضرتك مضطر تستلم وحاطط دم قلبك وما عندكش استعداد تصرف تاني على البيت، فبتقبله كده از ات از وخلاص، وبتقوم جاي فارش فبتعيش. وان شاء الله بعد كده الفتره اللي جايه احاول اجدد دلوقتي. في ستاندرد بقى طول عمرك انت فرضه عليك الديفيلوبر، مهما انت كنت ثقافيا عايز تنفتح، محدش مديلك الفرصه انك تنفتح. وانك توصل لمرحله ان انت تكون العالم بره. طب ما انا ممكن اطلب الوحده عادي على فكره، نص تشطيب عادي او 3 4 تشطيب على حسب هو المطور قبل ولا لا. بالظبط، وبده على فكره هيكون افضل لك، هيكون افضل لك بكتير، بس هو النهارده على حسب انت بقى هتدفع ثمن ايه وهتاخد قصاده ايه. ما هي القصه في كده، اغلب المشاريع والكلمه الدارجه اللي احنا بنسمعها، انا جبت المهندس بعد ما استلمت شقتي متشطبه من الشركه وكسرها لي وعملها لي من اول وجديد، دي كلمه كلنا بنسمعها. طب ليه احنا ليه بنعمل كده؟ ليه بنوصل للمرحله دي؟ احنا لما بنيجي ندخل الفراغ وبندخل البيت بنلاقي كم مشاكل فظيعه، سواء في الكواليتي او سواء في احتياجات الناس اللي هتسكن في البيت اللي ما اتدرستش. انا كديفيلوبر المفروض بتحاول تحل دلوقتي تاني. انا ببدا احل بقى بعد ما يكون اتحط خامات واتشطب المكان واتعمل واتصرف عليه، بضطر اعيد تاني التفاصيل من اول وجديد، بضطر اعيد تاني من اول وجديد، فدي دبل وورك، دبل تايم، خساره فلوس، حاجات كتيره. طيب. جدا. هو الفقره بتاعتنا المفروض وقتها كبير، معرفش خلصت بسرعه ازاي، دي اول نقطه. بس انا محتاج منكم شويه معلومات قبل ما انهي. اوكي. المعلومه الاولانيه، محتاج حضرتك تقول لي التفاصيل الخاصه بيا وانا بشتري، كل التفاصيل وانا رايح اشتري ايه بالظبط. محتاج من حضرتك ان انت تقول لي وانا بشتري الحاجه، لو انا هشتريها حتى متشطبه، ايه الاساسي اللي انا هقدر اختار بيه الحاجه الوحده بتاعتي وفي نفس الوقت كمان اكون حاسس ان في ضمان بالنسبه لي. اتفضل. طيب، رايح تشتري عقار النهارده، اول حاجه تسال على المطور وتطلب من المطور انه يوريك الاوراق الخاصه برخص الارض. ماشي. لو هو رفض انه يعمل ده، تطلع على الجهاز اللي هو تابع ليه وتتاكد من الاوراق الخاصه بالارض. ادي ده رقم واحد. كويس. رقم اتنين، اتاكد ان التصميم اللي انت هتاخده وموجود قدامك في البروشور ده قابل للتنفيذ، سواء سكني، اداري، هتأكد تجاري. ازاي؟ هتتاكد ازاي؟ في حاجات بتبقى منطقيه وحاجات غير منطقيه. يعني مثلا احنا النهارده عندنا ناس بتمشي في مدرسه التويستد بيلدينجز، يعني بالنسبه لنا جديده في السوق، والسكاي سكريبرز ناطحات سحاب جديده في السوق. فلو انا النهارده مش شايف الناس القائمه من مكاتب استشاريه موجوده مع المطور ده محترمه اسامي معروفه، ناس تقدر ان هي تشيل الكلام ده كله، يبقى هينفع يتطبق او لا. كويس. بدليل المشاكل اللي احنا دخلنا فيها كتير مع مطورين موجودين في العاصمه الاداريه، العاصمه الاداريه لم تعتمد تصميماتهم للواجهات. ودي كانت مشكله كبيره. تمام. فانا بحاول امنك في دول على قد ما اقدر. في السكن ما بيبقاش في مشكله قوي، لان في الاول وفي الاخر الفيلا هي الفيلا والعماره هي عماره. فهمت قصدك. طيب، راجع تفاصيل خطه السداد بشكل كويس جدا، وتاكد ان انت مش هيتخلق عليك نوع من انواع الضغط قدام او يعني في المستقبل او حاليا. كويس. هتستلم عقار متشطب، اتاكد ان تفاصيل نوع التشطيب موجوده ومدرجه، وحاول تشوف الماتيريال. يعني مطورين كتير قوي بتعامل معاهم بره مصر بيكون عندهم حاجه اسمها المود بورد. فيوريك والله انت هتاخد ده الرخام اللي هتاخده، ده الالوميتال، ده كذا، ده كذا. فهمت قصدك، فهمت قصدك. طيب حضرتك، تكمله بقى لكلام دكتور نور، ان انت النهارده الماتيريالز ثم الماتيريالز ثم الماتيريالز اللي هتبقى مدركه في العقد، لو سمحت تبقى مدركه بتفصيل.
ابقى فاهم انا كل ماتيريال هيتحط لي ايه، وفي نفس الوقت لازم يبقى في كوردينيشن ما بيني وما بين الديفلوبر اثناء وهو شغال، لان انا مش شرط الحلول المعماريه اللي حضرتك عايزها هي دي اللي انا متابع. هكون بالظبط، فاقدر ان انا في فلكسبيليتي ان انا اقدر ان انا اتدخل واغيرها ونعمل اي ايديت. وانت بتتابع التفاصيل يعني هتتابع معاه من الرحله كلها لحد ما هو يستلم الوحده. صحيح، وكل احتياجاتي انا في البيت حتى لو حاجات انا هعملها بعد كده يكون هو على الاقل عامل لي البيزك بكواليتي محترم، حاجه بيزك اقدر ان انا مقبولة. ابني عليها بعد كده. صحيح، بشكرك جدا. شكرا طبعا لك. بشكر دكتور نور السلولي الخبير العقاري، وبشكر طبعا المهندس احمد فكري مهندس تصميم داخلي. شكرا لكم جدا. النهارده موجودين في دبي، بس بالتحديد 40 دقيقة من مدينة نصر و20 دقيقة من التجمع الخامس. احنا في العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة السي بي دي، منطقة الأعمال المركزية، أكبر برج أيقوني على مستوى أفريقيا. كل الإمكانيات اللي حصل هنا، شركة صينية بأيادي مصرية. منطقة السي بي دي شكل جديد للعاصمة الإدارية، حاجة واقعية احنا موجودين فيها. من 5 سنين هنا كل الكلام ده كان صحراء، دلوقتي احنا موجودين على ارض الواقع. خلينا نشوف كل التفاصيل الخاصة بالمنطقة الاعمال المركزية سي بي دي ونعرف كل حاجة خاصة بيها. يلا بينا. ومعنا مهندس احمد ايمن مدير مشروع سي بي دي بشركه العاصمه الاداريه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. المنطقه دي انا عايز اعرف هي مساحتها كم، وعايز اعرف هي كم برج وعباره عن ايه. المساحه حوالي 154 فدان، دي المرحله الاولى. بتتكون من حوالي 20 برج، 10 ابراج اداريه، وفي 5 ابراج سكنيه، وفي 4 ابراج هلاليه هيبقوا فندق، بالاضافه طبعا البرج الايقوني. 4 ابراج هلاليه؟ بالظبط. يعني ايه 4 ابراج هلاليه؟ زي ما حضرتك شايف 4 ابراج على شكل هلالي. دول هيبقوا فندق. دول حوالين البرج الايقوني. اللي قدام البرج الايقوني. بالظبط بالظبط. كويس. طب الابراج دي اللي هي تبقى الفنادق يعتبر هي الخاصه بالمنطقه السي بي دي. احنا عندنا في فندقين في المنطقه هنا، في الفندق اللي في الابراج الهلاليه، وفي عندنا حوالي 39 دور في البرج الايقوني هيبقوا برضه فندق. طيب احكي لنا بقى شويه عن البرج الايقوني، ايقونه مصر دلوقتي الجديده زي ما بيقولوا، احكي لنا شويه تفاصيل عنه. البرج الايقوني زي ما اكيد حضرتك عارف هو يعتبر هو فعلا اطول برج في افريقيا، بارتفاع حوالي 393 متر، ويتكون من حوالي 79 دور زي ما انت حضرتك، ما بين ادوار اداريه وغرف وشقق فندقيه. طيب يعني دلوقتي بقى المنطقه دلوقتي طبعا البرج الايقوني ده الاساسي صح كده؟ بالظبط. و20 برج حوالين منه؟ 19 بقى. 19 برج. برج حوالين منه. متقسمين ل 10 تجاري بالزبط. اداري. بالظبط. و5 سكني صح كده؟ بالظبط. و5 واربع ابراج اللي هم واربع ابراج فندقي. بالظبط بالظبط. صح كده؟ زي ما انت حضرتك هي الابراج اداريه تمام، وكل برج زي ما حضرتك شايف في جنبه المركز التجاري بتاعه او البوديوم. ده اللي هو اللي بيبقى واسع عن بالزبط. او يعتبر اكبر من اكبر منه واقصر منه كارتفاع. ده بيبقى مركز تجاري خاص بكل برج، يعني كل برج ليه مركز تجاري، ليه بيبقى متقسم لمحلات، مطاعم، اي خدمات تجاريه لخدمه البرج يعني بعد كده. كويس جدا. طيب لو احنا حبينا بقى نعرف التفاصيل الخاصه بالعمال اللي موجودين هنا. العماله هنا طبعا هي الشركه اللي بتنافس شركه صينيه، شركه سيسك، شركه صينيه، ولكن معظم مقاولين الباطن مقاولين مصريين. يعني عايز اقول لحضرتك ان العماله اللي موجوده هنا حوالي 12000 عامل مصري و3000 عامل صيني، فيعتبر متنفذ بايدي مصريه يعني. يعتبر الكلام ده كله بالزبط. بس هو التصميم اصلا شركه صينيه؟ لا يا فندم، التصميم والاشراف على التنفيذ شركه مصريه، شركه دار الهندسه، شركه مصريه. يعني التصميم اللي احنا فيه دلوقتي ده شركه مصريه؟ بالظبط
لا والله بجد فعلا والله دي حقيقه، والاشراف على التنفيذ كمان، وده اصعب يعني التنفيذ. الشكل اللي احنا فيه ده كله ده تصميم شركه مصريه، تصميم متاكد شركه مصريه واشراف شركه مصريه واشراف شركه مصريه بالظبط. انما الشركه الصينيه هي اللي بتنفذ المقاول يعتبر العام للمشروع كله بايدي مصريه كمان، بايدي مصريه كمان بالظبط بالظبط. يعني ان شاء الله بعد كده الفتره اللي جايه بكله بايدي مصريه. وعايز احضرك كمان معلومه ثانيه، ان 50% من الخامات مصريه وحوالي 50% مستورده. لا والله يعني في نسبه كبيره كمان من الخامات خامات مصريه 100%. لا ده الموضوع كبير قوي طبعا. لا يبقى انا كده محتاج اعرف بقى شويه تفاصيل خاصه كمان بقى. يعني احنا كنا الاول بنتكلم في التفاصيل العامه الخاصه بمنطقه السي بي دي، بس التفاصيل الخاصه حضرتك قلت دلوقتي معلومتين مهمين جدا. اول حاجه ان العمال اللي عندنا كلهم 13000 او 12000 مصري بالظبط، و 3000 صيني بالظبط. يعني كل العمال اللي من هنا اللي يعتبر المعلومات اللي بتتقال عن العاصمه الاداريه ان ما إن, ان ان هي خاصه للاي كلاس، لان انت عندك يعني في المنطقه دي بس انت تتكلم في 12000 مصري. زي ما حضرتك شايف يا فندم، حضرتك شايف هتلاقي معظم العماله اللي حضرتك بتشوفها مصريه. اه في عماله صينيه بس المعظم والغالب اكتر مصري. طيب لو احنا بقى حبينا نتكلم عن الخمس ابراج الخاصين بالسكني. محتاجين نعرف تفاصيل عنهم. هي الخمس ابراج دول تتراوح مساحات الشقق فيها، او يعني الشقق فيها من اوضه لاربع اوض تمام. في حوالي 1700 وحده سكنيه، وارتفاعاتهم بتختلف، او يعني عدد الادوار بتختلف من 36 دور لاكثر من 36 دور، يعني حسب كل برج. بس حضرتك شايف ان ممكن تبقى الاسعار دي غير الاسعار بتاعت المناطق اللي حوالينا، عشان دولها 1700 بالظبط وحده، يعني يعتبر في منطقه السي بي دي. هو التسعير هو لسه لحد دلوقتي ما اتحطش التسعير النهائي يعني بتاع الابراج، ولكن يعني انت في منطقه يعني زي ما حضرتك شايف. طبعا أنا مش موجود دلوقتي، انا في خيال دلوقتي شايفه وبتفرج عليه بصراحه. والموضوع ده كله في خمس سنين حصل. أو اقل من خمس سنين كمان، يعني عايز حضرتك من خمس سنين يعني كان صحراء. ده حقيقي صحراء يعني، عشان حضرتك تيجي بس تشوف المشروع هنا كبدايه المشروع كان عباره عن صحراء ملهاش اول من اخر. ففي وقت زي ده وفي ظل الظروف العالميه اللي احنا فيها، انك توصل لنسبه الانجاز دي ده طبعا انجاز رهيب. كويس جدا، وكويس كمان ان حضرتك ما شاء الله انت يعني باشمهندس احمد، انت دلوقتي مدير مشروع السي بي دي، مشروع قومي ما شاء الله يعني عليك شاب ما شاء الله، وده في حد ذاته اصلا نجاح للمصريين. ده شرف ليا طبعا. طبعا شرفتنا ونورتنا، واحنا هنكمل بقيه التفاصيل الخاصه بمنطقه السي بي دي، واتمنى ان انت تكون نورنا ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، بشكرك جدا. شكرا ليك. شكرا. طبعا زي ما انتم شفتوا دلوقتي احنا بنشوف شويه تفاصيل كتيرة قوي، هنحاول بقى نخش في الحاجات الخاصه بالكونستراكشن، الحاجات الخاصه بالهندسه المعماريه، بما ان هي كلها تصميمات معماريه مصريه خالصه. معانا مهندس احمد الاشقر، هو مهندس استشاري شركه دار الهندسه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك استاذ طارق، منورنا منور برنامج مصر الجديده. بنورك، تسلم، منورنا. ده احنا واقفين دلوقتي يعتبر في مفتاح الحياه. مفتاح الحياه فعلا، صح كده؟ الحياه قدام برج الايقوني على طول. لو حضرتك طلعت من فوق كده هتبص منظر رسمه مفتاح الحياه بالظبط. دي كلها يعني دي احنا كلها كده واقفين عند راس مفتاح الحياه بالظبط كده بالظبط. وكل اللي ساكن هنا او كل اللي هيبقى موجود في البرج الايقوني هو بيشوف يبقى الواجهه بتاعته من مفتاح الحياه. مظبوط. طيب يعني انا عرفت ان طبعا اللي مصمم الكلام ده كله او اللي عامل التصميمات كلها الشركه بتاعتكم دار الهندسه. مظبوط تمام. وفي نفس الوقت كمان انتوا قعدتوا فتره كبيره تشتغلوا عليها، احكي لنا التفاصيل الاول. شركه دار الهندسه هي كانت ماسكه التصميم للمشروع من الاول. واجهتنا مشاكل كتير، لان احنا كان بالنسبه لنا عايزين نعمل مشروع اولا يبقى فاست تراك، يبقى سريع جدا، مش عايزين نقف. تاني حاجه محتاجين ان احنا نعمل حاجه مختلفه، حاجه تتعمل هنا في مصر بيبقى مميزه عن اي حاجه، عن اي مشروع تاني. فبالتالي كان المفروض انك تعمل ديزاين لحاجات كمان جهد عالي بالنسبه للخرسانات، مقاومه للزلازل، حاجات عاليه، ارتفاعات عاليه، كل الحاجات دي كانت من ضمن المشاكل بتواجهنا في المشروع هنا. فبدأ الأول التصميم، وده أخذ وقت كبير جدا
علشان نوصل ان احنا نوصل لمشروع يبقى سهل تنفيذه. طبعا الظروف المناخيه وظروف البلد بتفرق، يعني انك تعمل مثلا ابراج عاليه او تعمل مشروع كبير بالحجم ده والبلد نفسها محتاج انك تساعدك على الظروف المناخيه وظروف العماله والكلام ده كله. فبالتالي المواضيع دي كانت من الاساسيات اللي التصميم عامل حسابه فيها. كويس جدا. تمام. طيب الكونستراكشن بقى، يعني احنا لو هنتكلم عن البنيه التحتيه. تمام. البنيه التحتيه بتاعتنا الخاصه نحتاجك تكلمنا عنها برضه. تمام. هو احنا طبعا بيبقى في الاول عندنا تيم بيجي يعمل زي جسات على الرمله، نوع الرمله اللي احنا بنستخدمها هنا، الرمله دي صالحه للمباني العاليه ولا لا، لو صالحه او فيها مثلا ارض صخريه او كده ممكن نعمل عليها دراسات تستقبل ادوار عاليه. كويس. او في الحاله دي بنعمل حاجه اسمها خوازيق، الخوازيق دي بيحفر تحت الارض بعدد امتار معينه، الخوازيق بتبقى زي السندات الاساسيه اللي بناء عليها يطلع عليها البرج. ده الطبيعي اللي بيتعمل في اي الابراج، بس بالزبط. اللي انا عرفته قبل التصوير ده حاجه تانية خالص انت عملتوها. تمام. لا هي الفكره ان ممكن تبقى المسميات واحده، يعني ممكن تعمل مثلا خوازيق ده معروف لكن حجم الخازوق ارتفاعه مثلا، كان عندنا خوازيق مانيوال بيبقى الخوازيق دي بتتعمل بالايد، بتتحفر بالايد لان قطرها كبير، وعلشان تجيب مكنه تحفر بالقطر ده كنا مضطرين نجيبها من بره مصر. تكلفها انها تيجي من بره مصر ودخولها لمصر الموضوع هيبقى كبير قوي ومكلف جدا، فبالتالي عوضناها مانيوال عشان تبقى مانيوال وعشان تحافظ على ايد العامله اللي شغاله فيها. الموضوع صعب. طبعا خلي بالك تنزل متر متر، كل متر بتنزل بتروح تعمل زي صبه كده عشان ما يحصلش اي هبوط للرمل. بالظبط كده. فكل الحاجات دي عملناها في الحسبان، يبقى في اشراف ليلي، احنا كنا شغالين 24 ساعه يعني الشغل ما بيقفش. جهه اشرافيه واقفه، منها جهه السيفتي والمعامل الامان يعني في الموقع، منها جهه تصميميه واقفه بتشرف هل فعلا التصميم اللي احنا عملناه ماشي في الموقع مظبوط ولا لا. كل الحاجات دي بتختلف من مشروع لتاني، ممكن تبقى السكيل او المقدار في مشروع تاني هي نفس الاساسيات، بس الحجم الاعمال مع كبرها وفاست تراك ده اللي كان بيفرق معانا في المشروع. طيب طبعا انتوا ما نسيتوش موضوع اللي هو فكره الابراج المضاده للزلازل. تمام. محتاجه بقى تحكي لنا التفاصيل دي شويه. كنت بحكي لك على البنيه الاساسيه. الموضوع كبير وعايز افهم موضوع فكره ثبت الاسمنت الخرسانيه اللي انتوا عاملينها جديده اصلا. بالظبط. احنا علشان نعمل الفكره في الهندسه عندنا في الانشاءات، عشان تعمل برج او تعمل حاجه هاي رايز بيلدينج، الفكره انت لازم اول كام دور تخليه قوي جدا عشان يستحمل الادوار العاليه. تمام. فبالتالي فكرنا ان احنا نعمل نوع خرسانه جهد عالي، ولقينا الجهد ده عشان نحققه اصلا مش موجود عندنا في الكود المصري. تمام. في اكواد تانية ممكن تكون ذكرها بس مش متجرب حتى في مصر. حتى المحطات الخرسانه اللي احنا اشتغلنا معاها كان بالنسبه لها تحدي كبير ان احنا عايزين نعمل كميه اسمنت كبيره قوي ونستخدم مواد معينه ممكن تبقى منها من بره مصر او من جوه مصر، بس الهدف ان احنا لما نعمل الديزاين ميكس الخلطه الخرسانيه المتكامله اللي تحقق لي ده. وفعلا حققنا حاجه زي كده، عملنا خلطه قويه جدا. الخلطه دي بتجيب جهد عالي وبتتصب بتدينا حاجه عندنا في الهندسه بنسميها فلو، يعني الخرسانه بتبقى مرونه شويه، مرنه شويه، مرنه جدا، فبحيث ان هي ما تبقاش صعبه في الصب. لو في عندك حديد تسليح قوي عشان الخرسانه تدخل ما بينه محتاجه يبقى الخرسانه بالزبط. خفيفه شويه، فاحنا عملنا المعادله الصعبه، خرسانه خفيفه وفي نفس الوقت قويه صلبه جدا. بالظبط كده. وطبعا بجانب التسليح الحديد، الحديد اللي احنا اخترناه في الديزاين حديد يبقى مضاد للزلازل، فعملنا الكومباينيشن ما بين الاثنين، التداخل ما بين الاثنين، ان الخرسانه تبقى قويه فتدي جهد عالي وحديد يبقى قوي فمقدار الشد فيه عالي، فبالتالي حققت لي الهيكل الخرساني المظبوط اللي يستحمل من تحت لغايه ادوار العالي. كويس جدا. طب يعني الابراج كل اللي حوالين مننا هي كلها نفس الستايل ده ونفس الشكل ده. تمام. بس طبعا البرج الايقوني مميز. لا هو ده موضوع تاني. ده ده عايز حلقه لوحده اصلا. بالظبط كده. باللي احنا شايفينه اللي بيحصل فيه ما شاء الله. يعني اقول ازود لحضرتك الايقوني، برج الايقوني من ضمن الحاجات اللي واجهتنا فيه ان لو حضرتك تلاحظ عشان تبقى على برج عالي وتوصل خرسانه من تحت لفوق الموضوع صعب، لان الخرسانه مع عامل الجاذبيه بتشد لتحت. فانت عايز قوه دفع قويه جدا مع نوع خرسانه ليها لزوجه خفيفه انك ترفع لك لغايه فوق من غير ما يحصل مشاكل. يعني ثانيه واحده، هو انا اللي اعرفه ان في يعني الابراج كلها ثلاث ارباعها اللي بره مصر مثلا. تمام. يعني معروف ان الابراج الهاي العاليه هي كلها بتبقى كلها المونيوم او بيبقى فيها منها كتير المونيوم. لا ده لغايه اخر دور لغايه 78 دور كلها خرسانه، الكور الداخلي خرسانه والواجهات اللي بره بتبقى ستيل وعليها الواجهات اللي هي الفساد الواجهات. لكن في كور خرساني يعني من اول كل دور ده خرسانة لغايه فوق لغايه اخر دور زي ما حضرتك شايف دي فوق. كلها خرسانه معالجه وكلها خرسانه مضاده للزلازل. طبعا كل ما حضرتك بتعلى لفوق كل ما بيبقى الموضوع اصعب انك تخلي الخرسانه اقوى في ادوار عاليه. كله انتوا عملتوه في 5 سنين كل ده؟ الحمد لله. لا اقل كمان. خرسانات خلصت قبل كده. لا والله الخرسانه يمكن 3 سنين ونص كنا خرسانه. شبابنا زي الفل اهو ما شاء الله. زي الفل الحمد لله. طيب الابراج اللي حوالين مننا او دي الفنادق اللي حوالين مننا هي الابراج الهلاليه يعتبر مظبوط.
تمام. مهندس احمد كان لسه قايلنا عليها من شويه تمام. بس الابراج دي اللي هتبقى الفنادق يعتبر مظبوط. ده الجزء الفندق، عشان كده يعني حتى لو حضرتك تلاحظ ان حتى مفتاح الحياه هيبقى ما بين الفنادق وفي وجهه البرج الايقوني، وده الجزء السياحي في المكان يعني. ده الجزء السياحي وهي كلها الابراج هتبقى باصه على مفتاح الحياه نفسه. مظبوط كده مظبوط. والبرج الايقوني هو تجاري واداري. تجاري فنادق شقق فندقيه وفندق ومكاتب اوفيسز. اوفيسز يعني بالزبط. اداري وفنادق مظبوط. اداري وفندق، ده البرج الايقوني كله مظبوط. بتقسم بقى يعني كل مثلا 30 دور، اول 30 دور شقق فندقيه وبعدين اداري وبعدين اخر حاجه الفندق اللي هيبقى في اعلى الادوار فوق يعني. انا عايز اقول لكم يعني لو احنا حبينا نركز مع بعض شويه كده، انا اسف والله بس انا قاعد ببص دلوقتي كده وبتخيل الشكل عامل ازاي. الموضوع صعب قوي ان 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 الواحد يسكن في الدور الاربعين او السبعين مثلا. تخيل فالموضوع عالي جدا. بشكرك جدا ونورتني. تسلم ربنا يخليك. ميرسي جدا. شكرا لك ستار. الله يكرمك. محمد احكي لنا بقى الاول كده، انت بقالك قد ايه هنا؟ بقالي سنه او سنه ونص. سنه او سنه ونص هنا. صح. طيب انت كنت فاكر ان انت هتقعد اسبوع اسبوعين وهتمشي، ولا عارف انت هتقعد شويه حلوين؟ لا انا عارف ان الشغل هنا في الشركه الصينيه تمام. مع الشركه الصينيه تمام. طيب انت شايف ان اللي بيحصل ده طبيعي؟ لا. اللي كان اللي بيحصل ده كان طبيعي؟ لا. طب بذمتك يا محمد بتقول عندك ايه في البلد هناك، وبتقول لاهلك ايه في البلد هناك؟ هو كله بيشوف الصور وكله بيشوف الدنيا على التلفزيون. غير اللي على التلفزيون في شويه حاجات انت هنا كده بتوريها لعيلتك؟ لا والله. والله. طب ماشي، انت بتتعامل مع الصينيين ازاي هنا بقى؟ بالمترجمين. بالمترجمين. سواء كان عامل صيني زيك يعني. بالمترجمين هم. كل واحد ولغته. كل واحد ولغته. مستريح هنا؟ بتقبض كويس؟ تمام. انت جميل يا محمد، بالتوفيق يا حبيبي. مهم قوي ان احنا بقى نشوف الصينيين وهم بيشتغلوا هنا، ومهم قوي نشوف العمال الصينيين. ده عامل صيني بيتكلم مصري وما صدقنا نلاقيه. مساء الخير. مساء النور. تتكلم مصري بقالك قد ايه؟ سنتين انا في مصر، تكلمت عامية مصر زي الفول الحمد لله. زي الفول الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي شعيب شعبان. شعيب شعبان. ايوه. بالصيني لي جي. ايه؟ لي جي. لي جي؟ ايوه. كويس جدا. طب انت بقالك كام سنه هنا شغال هنا؟ سنتين بالظبط. سنتين دلوقتي. طيب انت شايف الشغل هنا عامل ازاي من وجهة نظرك؟ بصراحة كل مكان جميلة نظيفة، وهذه المكان لسه مش كاملة، لذلك مش زي مكان اخر جميلة. لكن بصراحة لو انت مشيت من بابا الشمالية الى بابا جنوب على الطورية، ما شاء الله كلها زي الفول. لا زي الفل ما شاء الله. ده اللي زي الفل والله يا شعيب. طيب يا شعيب انت محتاجك يعني، انت بتتعامل ازاي مع المصريين قبل ما كنت تتعلم الترجمه؟ يعني في ناس اللي انا شفتهم في صينيين كتير هنا مش متعلمين الترجمه قوي، مش متعلمين المصري قوي او العربي قوي، بيتعاملوا ازاي مع العمال المصريين؟ كلهم يتعامل مع بعض احيانا بكلام بسيط. لو شغل بسيط هم يتكلم، لو هم لا يفهم باستشاره، بيد استشار ثم بعد يفهم. لو كذا منفعش هم يفهم فهم كلمني يا شعيب تيجي الى هنا فسر لهم ساعدنا كذا، انا اتي وساعدهم. كويس جدا يا شعيب. متجوز يا شعيب؟ ايوه متزوج. في مصر هنا ولا في الصين؟ في مصر.
مصري. انا مصريه؟ ايوه مصريه. عشان كده بتتكلم لغه عربيه بقى. الحمد لله، دي مع الوقت ان شاء الله احسن كده. ان شاء الله يا حبيبي التوفيق. شكرا ليك. عفوا. احنا بنتعامل مع كل العمال هنا، بنحاول نشوف المصري، بنشوف الصيني، بنشوف كل الناس ماشيه ازاي. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه؟ اسم مصطفى. بقالك قد ايه مصطفى شغال هنا؟ ادي ادي لي 6 شهور. 6 شهور هنا؟ شايف ايه بقى من وجهه نظرك كده كشاب يعني مصري؟ انا شايف الدنيا بصراحه، الدنيا جميله بجد، الدنيا جميله خالص يعني. حاجه ما مش عندنا احنا هنا برضه. حاسس انت مش في مصر؟ حاسس انا مش في مصر، حاسس انا بره مصر. النهارده زي ما انتوا شفتوا، كنا النهارده في جوله ميدانيه خاصه بمنطقه السي بي دي، الاعمال المركزيه في العاصمه الاداريه الجديده. شكل جديد، جو جديد، زي ما قلت لكم دبي، الصين، اليابان موجوده على ارض مصريه بكل الشغل اللي احنا فيه. زي ما انتوا شايفين كل دي ابراج كانت من 5 سنين او من 4 سنين كل اللي انا واقف فيه ده كان صحراء. بجد شكرا لكل مهندس اشتغل هنا مصري، شكرا لكل مهندس صيني اشتغل هنا، وان شاء الله هنشوف شكل جديد في 2024 في التسليمات الخاصة بمنطقة السي بي دي.